ببدأ كلامي بالقائمة اللي أعلنها النهاردة كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني. تعالوا نستعرض القائمة مع بعض اللي ضمت 25 لاعب من لاعبي منتخبنا الوطني. والبداية حراسة المرمى محمد عواد، محمد أبو جبل، مهدي سليمان، مصطفى شوبير. خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بكم. خط الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات. الهجوم عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي. حقيقة كل التوفيق وكل الدعم لكابتن حسام حسن وجهازه، ورغم وجود جدل على بعض الاختيارات، يعني في لعيبة كنا ممكن ونتمنى ان هي تكون موجودة وسط قائمة منتخبنا الوطني، لعيبة طبعا من نادي الزمالك اللي خلينا نتكلم عن النادي، عندنا لعيبة بتقدم فترة وهي الافضل في مسيرتها كده في الكورة، مش عايز انسى حد، ولكن شايف ان احمد فتوح كان يستحق، عمر جابر كان يستحق، حسام عبد المجيد كان يستحق، دونجا كان يستحق، اوباما كان يستحق، زيزو بالتاكيد كان يستحق، ولكن الاصابه. كابتن عبد الله السعيد كان يستحق الفرصه، كابتن شيكابالا كان يستحق الفرصه، طبعا لغياب محمد صلاح فكان عندنا هيبقى شيكابالا ومصطفى فتحي اكتر من خيار لكابتن حسام حسن. كنت اتمنى وجود هؤلاء اللعيبه، يمكن وجودهم كان هيفرق بالتاكيد، كلنا شايفين يعني لو هنحكم على المباراه اللي فاتت، مباراه القمه، نادي الزمالك قدم جيم محترم، عمر جابر قدم جيم ولا اروع، شفنا كان على مدار ال 80 دقيقه حسين الشحات بيلعب قصاد عمر جابر، وعمر جابر قصاد حسين الشحات في الحته الدفاعيه لنادي الزمالك او الهجوميه للنادي الاهلي، ويمكن كانت الماموريه صعبه على حسين الشحات. حسام عبد المجيد قدم مباراه قويه جدا، فتوح لا غبار عنه، من افضل الباك ليفتس اللي في مصر، من افضلهم، ده حقيقه. يعني دونجا بيقدم موسم ولا اروع، دونجا كان بيلعب تقريبا يعني لوحده في خط وسط نادي الزمالك في مباراه القمه، ويمكن مباريات كمان اللي فاتت دونجا كان يستحق الوجود في معسكر، ولكن هنفضل داعمين لكابتن حسام حسن وكل افراد الجهاز الفني في المهمه اللي داخلين عليها ان شاء الله، مهمه صعبه وهي الاولى، المهمه الاولى وهي الدوره الوديه القادمه في الامارات، وبعدها ان شاء الله مباراه بوركينا فاسو لتصفيات كاس العالم القادم. ربنا يا رب يوفقهم، ويا رب تكون الاختيارات دي الافضل والانسب لتشكيل منتخبنا الوطني. مش عايز اعلق على الموضوع، كل الدعم طبعا للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، كلنا لازم ندعم الجهاز الفني، مفيش كلام، ولكن بيبقى نفسنا في بعض الاختيارات تكون افضل، ولكن دي رؤيه كابتن حسام حسن ولازم نحترمها.